Bonjour mes amis, vous allez bien aujourd'hui? Moi, ça va très bien. Je suis Carole, votre prof de français. جاهزين لحلقتنا لليوم؟ اليوم رح نتعلم كتير اشياء، كلمات كتار وحرف جديد اكيد. بدي اخبركن انه اليوم لقيت بين اغراضي هيدا المجمع. قلت انه بستفيد منه، انتو كمان اذا عندكن مجامع فاضية ما تكبوها. مرات بتعوزوا مجمع فجأة بدكن تحطوا فيه بونبون او تحطوا فيه بكلكن، للبنات بيحطوا البكل، الصبيان ممكن يحطوا فيه الجلال، لبي. قمت انا غسلته لهيدا المجمع. مجمع فاضي، بتعرفوا شو بيقولوا له ان فرونسي؟ رح حذركن، شوفوا شو رح اعمل. رح اكتب اسمه على هالكرتونه وفرجيكن اياه. شوفوا، بتعرفوا تقروا هالكلمة؟ كلكن عرفتوا انه اون اول كلمة، اون جار، اون جار. جار يعني هيدا البو، هيدا المجمع. رح لزق هيدي الكرتونة عليه، وانتو بالبيت فيكن تعملوا هيدا الشي من بعد ما اكيد تتمرنوا مزبوط على كلمة جار وتعدوها كتير منيح وتلفظوها، وتلزقوا الكرتونة على المجمع. هيك بتتذكروا انه المجمع بنقول له جار، اون جار. لا جار هو عادة مجمع من ازاز، لازم يكون من ازاز لنقدر نسميه جار. اون دي اون جار. بدي اياكم تطلعوا منيح على اول حرف. عم بسمع ج، بس نحن شو تعلمنا؟ تعلمنا انه ج منكتبو افيك لا لتر جي. يلي منكن تابع الحلقات الماضية تعلموا لالتر جي، وتعلمنا انه جي مرات بنلفظها ج. اليوم بدنا نعرف انه ان فرونسي في حرف تاني بنلفظه ج كمان، هو هيدا الحرف. هيدا الحرف منقله جي مش جي، جي. وهيدي الحلقة رح تكون حلقة لالتر جي. بالبداية بدي اياكم تسمعوا كتير منيح الالفابي فرنسي وتنطروا لالتر جي. Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui. Les connais-tu? A, avion. B, bateau. C, cochon. D comme D. E, éléphant. F comme fleur. G, girafe. H, hibou. I comme il. J comme jus. K, kangourou. L comme lune. M, mouton. N comme nid. O, orange. P comme pomme. Q comme quatre. R, radis. Serpent, T, tortue, U, univers, V, vélo, W, wagon, X, Xavier, Y comme yaourt, Z comme zèbre. كتار منكن انبسطوا بس شافوا لا لتر جي dans l'alphabet français، لأنه هيدي حلقتنا تحكي عن لا لتر جي. ما تضيعوا بين جي وجي. حلقتنا لليوم بتتضمن لالتر جي. شوفوا كيف منكتب جي ماجسكول. سا سي لالتر جي ماجسكول. بتقلكن عن لالتر جي عطول عطول منلفظها ج، ابدا ابدا ما منلفظها ج. جي. جاد صديقي بيكتب اسمه بحرف جي. جاد، جاد. جولي كمان رح أعطيكم اسم فتاة. يلي منكن بيعرف حدا اسمه جاد أو جولي صار يعرف كيف بيكتب له اسمه. جاد، جولي، جي. سي لا لتر جي، جي ماجسكول.
هلا رح ننتقل لنكتب لالتر جي اون مينوسكول، يعني بتي جي. كتير سهل، تشبه الاي شوي بس نحنا مننزل ومنرجع منطلع، وبتتميز بالنقطة لو بوان. ما تنسوا جي بوان، جي بوان تميزها عن لالتر جي. جي ما بتاخد بوان. أنا أصدقائي لما كنت صغيرة معلمتي علمتني شي لما أنسى أبداً لالتر جي، كنت دايماً ضيع قول جي أو جي يلي بتاخد النقطة. علمتني طريقة كتير سهلة، أنتو كلكم بتعرفوا لالتر إي صح؟ إي لفويل. إي بتاخد نقطة، جي تشبه لها. مين بيشبه للإي؟ جي أو جي؟ جي أكيد، بما أنه لفظ الجي بيشبه كتير لفظ الإي، اثنيناتهم بياخدوا نقط. جي ما بتشبههم، ما بتاخد نقطة. رح ذكركم كيف نكتب جي. هيك منكتب جي، جي مثل الإي، منحط لها نقطة ان بوان. إذن رح ذكركم بحرف الجي ماجسكول، شوفوا شكلها جي ماجسكول وجي مينسكول، منحط لها بوان. هن بيشبهوا بعضهم شوي، تتمرنوا بعد مرة عليها. رح نكتب بعد مرة جي مينسكول، شوفوا رح اكتبها تحتها، ما مننسى ابدا لو بوان. وعلمون لاخواتكم انه جي مثل الاي، اثنيناتهم بنحط لهم ان بوان. هلا نحن ببداية حلقتنا كتبنا اون جار. لا جار يعني المرتبان، الازاز. رح اكتبها بعد مرة هالكلمة على اللوح او تابلو، اون جار. تري بيان، هيدي أول كلمة منشوفها بتبدأ بحرف الجي أن مينوسكول. بس أنا عم بكتب جار تذكرت كلمة بتعرفوها كتير منيح، شفناها بأغنية لما قلنا إنه نحنا منعطش كتير. كان جي سواف جو بوا، شو بشرب؟ دولو أكيد، مي. بس شو كمان فيني أشرب بارفوا؟ شو بشرب بارفوا؟ دو جو. برافو، لو جو يعني العصير. رح نكتب سوا دو جو، وكتار منكم كاتبينا بدفترن لأنه تعلمنا كلمة جو لما تعلمنا لالتر او. رح نرجع نكتبها سوا وذكركم فيها. دو جو بالإنجليش، جو منقله جوس، نكتبه بذات الطريقة تقريبا، مش كتير، شوي مثله. جو بيبدا بحرف الجي، بنقله جوس او عصير. دو جو. طيب مين منكم بيتذكر ليه قلنا دو؟ دو لانه لو جو او العصير هو سائل ما بنقدر نعده، منقول دو جو عصير. اذا اليوم تعلمنا لو جي ماجسكول، تعلمنا لو جي مينوسكول، باردون لو جي مينوسكول، جي مثل اي، اثنيناتهم بياخدوا نقطة. جي جي، وهيدي اللتر شو منقلها؟ جي. برافو. وتعلمنا كلمتين بتبدا بحرف الجي، جار اون جار دو جو. جو يعني عصير. تري بيان، تعبتوا؟ لو ما تعبتوا انا بعرف انه انتم شاطرين وما بتتعبوا، بس انا رح ادعيكم هلا لتسمعوا معي اون شانسون، اغنيه حبيتوها كثير. رح نسمع اليوم كمان اغنيه جي فان، انا جائع. انتم جوعانين؟ فيكم تسمعوا وانتم عم تاكلوا، خلونا نسمعها سوا. Quand on a faim, qu'est-ce qu'on mange? De la soupe! Et avec quoi on la mange? Une cuillère! Et quand la viande, elle est dure, on la coupe! Et puis on attend le dessert. Quand on a soif, qu'est-ce qu'on boit? De l'eau
fraîche. Et parfois aussi du jus frais. Quelle joie de se réunir à table et de manger proprement. رجعنا أصدقائي، وبهيدي الفقرة نحنا بدنا نركز كتير. هي أهم فقرة بفقرة اللغة الفرنسية لأنه بنتعلم فيها الكلمات. كلماتنا اليوم كلها شو بدها تتضمن؟ لا لتر جي. برافو. جي يعني أن مينوسكول، تاخد أن بوان، نقطة. حضرت لكم أول كلمة بتبدأ بالجي. شوفوا معي كتير منيح، شو شايفين؟ حديقة. الحديقة أو جنينة من إلا أن جاردان. جاردان يعني حديقة. أن جاردان سي أن نو ماسكولان. بديكم تطلعوا منيح بالأحرف. أول حرف هو لا لتر جي، ما بننسى أبدا جي، نحط له بوان. ثاني حرف لا لتر ا، لا لتر ار، هول ثلاث أحرف تعرفون كتير منيح. بعدين عندي لا لتر دي، وآخر حرفين مع بعضهم ملفظون أن. لأنه كتار منكون عم يستغربوا إنه شايفين إي بآخر الكلمة وما عم يسمعوا إي، سمعوا جاردان. مزبوط، لأنه إي والأن مع بعضهم بيعطوني صوت، والصوت هو أن. أن جاردان. جاردان يعني حديقة. فينا نكمل؟ شو شايفين أنتو؟ هي بقعة أكيد، انتاش، بس أنا مش هيدي الكلمة اللي بديها، أنا بدي اللون. أي لون شايفين؟ الأصفر، يلو، أن فرانسي من قلو جون. كتار منكم ذكروا هالكلمة لأنه تعلمنا كل الألوان بأغنية وتعلمناهن مع بعضنا، بس اليوم عم بركز على هيدا اللون لأنه بيبدأ بحرف الجي، جون. وبدي أذكركم إنه لا كولور جون بس ألفظها بسكر تمي. يلي بتسمعوه عم بيقول جون، دغري صلحوا له قولوا له منقول جون. اون فيرم لا بوش، لأنه أ مع أو مع بعضهم بيعطوني أو جون. أنكور أون فوا، شو منقول له اليلو أو الأصفر؟ جون. تالت كلمة هن بالحقيقة كلمتين. كلمتين اثنيناتهم بيتضمنوا للتر جي. شوفوا انا شايفه لعبه. A game لعبه. En français لعبه من إلا جو. جو يعني لعبه، وهي الكلمه الثانيه اللي شايفينها. اما الكلمه اللي بالوسط هي جولي. اول كلمه هي ان، كلكم 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 عرفتوا انه ان. تاني كلمة هي جولي، وتالت كلمة هي جو. طيب شو يعني جولي؟ يعني جميل، لعبة جميلة. ان جولي جو. ان جولي جو. شوفوا كلمة جولي يعني جميل، شو هينا نكتبها؟ نكتب جي، نكتب او، نلفظ جو. نكتب ال، نكتب اي، نلفظ لي. جو لي. ان جولي جو. جو. كتار منكم قالوا طيب ليه كتبنا او باخر كلمه باخر جو؟ لانه الاو مع الاو مع بعضهم بلفظهم او. ان جولي جو. جو يعني اجيب، يعني لعبه جميله. ان جولي جو. وانا بدي اذكركم انه لا لتر جي عطول عطول شو بنلفظها؟ ج. تري بيان. منكمل على الكلمه الرابعه. شو في عندي؟ دو جو. برافو. كتار منكم تذكروا الكلمه وتذكروا الصوره كمان. دو جو يعني عصير، جوس. دو جو. بدي اذكركم انه كلمه جو بتنتهي باس، بس ما بلفظه ابدا ابدا. دو جو. اما الكلمه الاخيره يلي رح نشوفها لليوم بحرف الجي هو النادور. عندكم نادور شي بالبيت؟ في نوادير بتكون مزبوطه وفي نوادير بتكون لعبه. اذا حدا منكم شاف نادور مزبوط ما يدقره، لانه اذا وقع من ايدنا بينكسر.
أما إذا عندكم إياه على شكل لعبة تكونوا أكيد شايفينه لاعبين فيه. النادورة بنستعمله لنشوف الأشياء البعيدة بعيدة كتير اللي ما فينا نشوفها. بلي النادور أن فرنسي منقله دي جمال. دي جمال لأنه عندي جمال من حتى من ميلة على ميلة اليمين وعميلة الشمال، يعني عندي عين يمين وعين شمال. مثل دي لونات. لونات الكلمة اللي شفناها قبل النظارات بتتذكروا؟ قلت لكم منقول دايما دي لونات لأنه عين يمين وعين شمال. منقول دي شوسات. دي شوسات أو الجوارب لأنه يمين وشمال. جمال كمان جمال منقول دايما دايما دي جمال. جمال يعني النادور. دي جمال دوزل او اس لانه قلت دي. اذا عندي نادور واحد بقول له دي جمال. دي جمال صعبه؟ خدوا وقتكم واكتبوها. جمال يعني نادور. كتبتوها؟ رح نرجع نتذكر كل الكلمات يلي تعلمناها اليوم. اول كلمه هي جاردان. ان جاردان يعني حديقه. ثاني كلمه لون الاصفر بنقول له جون. شو ما تشوفوا بالبيت لونه اصفر دلوا عليه قولوا جون، سكروا تمكن جون. ثالث كلمه ان جولي جو يعني لعبه جميله. جولي يعني جميل، جو يعني لعبه. دو جو. دو جو يعني عصير. دو جو. وبدي اذكركم بس تعطشوا تشربوا مي مش دايما عصير. اما الكلمه الاخيره يلي بتبدا بالجي كمان هي دي جمال. دي جمال يعني نادور. جمال تنتهي بالاس لانه قلنا دي جمال يعني وكانه هي جمع بلوريال. هلا بدي اياكم تركزوا كتير كتير منيح، ترجعوا تعيدوا هون. رح نتوقف بفاصل صغير كتير وارجع لكم باكزرسيس او تابلو. دو جو. ان جاردان. جون. Un jeu. Des jumelles. رجعت لكم أصدقائي وبهيدي الفقرة حضرت لكم إكزرسيس. هيدا الإكزرسيس بدي إياكم تركزوا كتير منيح فيه لأنه خلطت لكم كلمات. كلمات من الحلقة الماضية، كلمات من هيدي الحلقة. كل الكلمات عم بسمع فيها ج. بس شو السؤال؟ شو بيقول السؤال؟ ركزوا منيح معي فوق على السؤال. complete par. complete par يعني أملأ الفراغ. complete par. شو بنلفظها هاي اللتر؟ شو بنلفظها؟ ج او جي. ج او يعني او جي. بالحالتين انا بدي الفظ ج، بس بدي نقي بكتب ج او بكتب جي. هلا بدكم كلكم سوا تقولوا لي على العالي، تعلوا صوتكم تقولوا لي بختار ج او جي. انا رح ساعدكم شوي وكتار منكم رح يتذكروا شو هن الكلمات يلي انا كتبتهم. شوفوا معي اول كلمه ان جاردان. جاردان. جاردان يعني حديقه. اي متى تعلمناها؟ بهيدي الحلقة. جاردان شو بتبدأ؟ جي. برافو. جي يعني مثل الإي، منحط لها نقطة. جاردان يعني حديقة. جي. تاني كلمة اون جيراف. جيراف تتذكروا لا جيراف الزرافة. افيك كيل لتر؟ جي. برافو لو جي. سي كوم سا، هيك بنكتب جي. جي جيراف. جيراف. تالت كلمة اون
جار. كتر منكم تذكروا بداية الحلقة كان في قدامي إنه جار من إزاز يعني مرتبين فاضي. كيف كتبتها؟ جي أو جي؟ جي، برافو. جاكري جي إنه جار. عم بسمع ج ج ج بس عم شوف إذا جي أو جي. الكلمة الرابعة دو جو، برافو، كتير شاطرين كلكم عرفتوا انه سي افيك لا لتر جي يعني يلي بتاخد بوان. دو جو جون. جون شو يعني جون؟ جون يعني اللون الاصفر، وانا اخترت لون الاصفر اليوم عم بكتب فيه لذكركم انه جون يعني اصفر باي حرف نكتبه. جي دو جو عصير جون. انا اذا حضرت عصير حامض ليمون الحامض اكيد بيكون لونه اصفر. رح كمل دي جمال. مين بيتذكر شو يعني جمال؟ نادور، تري بيان. دي جمال شفناها بهالحلقه يعني افيك لا لتر جي، برافو. انتو كتير شاطرين. انا رح كمل اون جولي. جولي يعني جميل. جولي avec la lettre J. bravo. une jolie gitane. bravo. gitane c'est avec la lettre G. il y a les mains des coups de poing. jolie gitane. رح كمل un joli. joli كمان مرة تانية. joli. حدا منكم انتبه على هيدي الكلمة وهيدي الكلمة؟ عيناتهم جولي يعني جميل، بس هيدي أخدت أ وهيدي ما أخدت أ. ليش؟ لأنه هون إلنا أون جولي، بس قول أون يعني فيمينا يعني مؤنث، بس تكون فيمينا منزد لها أ كلمة جولي. أما هون أن جولي يعني مذكر، يعني بس يكون عندي أن ومذكر ما بزيد أ. أن جولي جو كمان افيك لا لتر جي يعني لعبة جميلة، بس لعبة مؤنث بالعربي. بالفرنسي أن جو سي ماسكولان مذكر. برجع بذكركم كلمة جولي يعني جميل، جميل أو جميلة. جميلة يعني مؤنث بحط لها أ، وجولي يعني جميل ما بحط لها ابدا أ. انتو كتير كتير شاطرين. وباخر اخر الحلقه نحن كنا تعلمنا نعد من الواحد للعشره، رح نعد كتير بسرعه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. اليوم رح اعلمكم تكتبوا 11 يعني 11. شوفوا كيف نكتب 11. صعبة؟ اكتبوها بسرعة. 11 يعني 11. 11 سكروا تمكن منيح. 11 يعني 11. من بعد الديس شو عندي؟ 11. تري بيان. 11. بنهاية حلقتنا رح اترككم ترجعوا تعيدوا الكلمات كلهم يلي تعلمناهم اليوم واللي تعلمناهم بالحلقة الماضية. ما تنسوا ابخي 10 من بعد العشرة منقول 11. عدوا كتير بس تخلصوا الحلقة وانبسطوا وعيدوا الأغاني كمان. Au revoir mes amis. Quand on a faim, qu'est-ce qu'on mange? De la soupe. Et avec quoi on la mange? Une cuillère. Et quand la viande elle est dure, on la coupe. Et puis on attend le dessert. Quand on a soif, qu'est-ce qu'on boit? De l'eau fraîche. Et parfois aussi du jus frais. Quelle joie de se réunir à table et de manger proprement.